يا عمري، أنا ما صدقت إمتى وصلت لهي الساعة واتصلت فيني يا تار. اتصلت لأنه عندي خبر حلو. بصراحة هي بشرى إلي مو إلك، بس أنا ما قدرت إلا ما خبرك. إيه؟ شكلك مبسوطة كتير، شو الخبر؟ أصلي وفرهاد رح يجيهم بيبي عن قريب، أصلي حامل. بالله عن جد؟ أوه ما شاء الله، الحمد لله، الله يكمل فرحتنا على خير ويبارك باللي جاي. إيه الله يسمع منك، بس هيك كتير مبسوطة وقلت بشاركك فرحتي. إيه والله ما بتعرفي قديش أنا مبسوط على هذا الخبر وعلى أنك شاركتيني فرحتك. يلا أنا رح أسكر. لا استني يا تار. شو إمتى بدك تجي؟ يعني هيك مشان نقعد بشي محل. طيب بنحكي بكرة. ماشي تمام، تهانينا. أنا هلأ عرفت ليش فرهاد نسيني هيك على الآخر. يا سلام. إيديل قالت لي بس أنا ما صدقتها، هاد أزاد ما. يا سلام يا سلام، انتي مرة كبيرة عندك حفيد والتاني ليكو جاي على الطريق، لك ما بتخجلي على حالك؟ قال وأنا زعلانة من جولسون، أنا رح روح واعتذر من البنت. البنت أخذ أخلاق، أما شو تعمل يعني؟ مو هيك؟ تطلع الروح والطبع ما بيطلع، وهاد أحلى متل قالوه. وزني كلامك وبعدين أحكي. أنا بوزن كلامي وبعرف شو عم بحكي. عيب انتو تعرفتوا بالعرس. نحن بوقتنا كانت الصبايا تروح على عراس قرايبينهم مشان يجي نصيبهم ويتزوجوا. شكلهم لسه عم بيعملوا هيك لحد هلأ، بس هدول الصبايا الصغار مو النسوان الكبار بالعمر يلي عندهم أحفاد مثلك انتي. خلي عندك أدب، بس شوية أدب. انتي شكلك بلشتي تخرفي. أنا يلي بلشت خرف؟ يمكن انتي ما عاد في عندك شي تخافي عليه اصلا، لا رح تحملي ولا تخلفي، بس افرضي انه صار، انتي لا تاكلي هم شي، بترميه بحضن عابدين وهو بيربي لك يا، وخلصت القصة، انتي عايشة مبسوطة وانا بخير. انتي اكيد ما عاد فيكي عقل صح؟ ما في شي من هالحكي اللي عم تحكيه، طلعي لبرا يلا. لا في غلط كبير بالوقت الحاضر، اصحي. وهي إجا الزوج المثالي بعد غياب. ما شاء الله ما شاء الله، الله يديم عليكم سعادتكم كل العمر إن شاء الله. نجدة نعسان، أنا طالعة أحطه بتخته. جولسون بنتي، بصراحة أنا بدي اعتذر منك كتير، إذا غليتي القطران غليتي بصير طعمه حلو. شي القطران بيشبه جنسه. أمي مشان الله، أنت شو عم تحكي؟ أنا ما عم بحكي شي ابني شبك، بس جولسوم ما لازم بشي إذا غلطت، هي هيك تربت. جولسوم ما لازم بشي ابني أبداً. لا تاخدي على خاطرك جولسوم.